الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو شاهد أو غائب، أو حي أو ميت. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل معشر المسلمين والمسلمات، فقد قال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربنا اجعلنا من الفائزين، واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد، معشر المسلمين والمسلمات، إن من أهم السمات التي تفتخر بها الأمم وتسعى من خلالها إلى أعلى المراتب في سلم التحضر والتطور هي سمة العلم والمعرفة، وذلك لما لهما من آثار جليلة تعود بالنفع على الأفراد والمجتمعات. ولذلك منذ بدأ الإسلام وهو يدعو المؤمنين إلى العلم والتعلم والتعليم، ويحارب الجهل والوهم والخرافات، بل إن الإسلام اعتبر الفترة التي سبقته فترة الجاهلية، سماها بالجاهلية، وهو يؤكد بذلك أن ما جاء به إنما هو العلم النير الذي سيخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الدعوة إلى العلم والتعلم ونشر العلم منهاج ثابت في دستور القرآن الكريم، حيث لا تكاد صورة من صور القرآن الكريم تخلو من الحديث عن العلم بشكل مباشر أو غير مباشر. فبلغت عدد المرات التي جاءت فيها كلمة العلم بمشتقاتها المختلفة في القرآن الكريم 79 مرة، 779 مرة. أما الكلمات الأخرى التي ترمز إلى العلم ووسائل تحصيله فحدث ولا حرج. ومن أمثلة ذلك الفكر والنظر واليقين والهدى والعقل والحكمة والبرهان والحجة والآية والبينة. كل هذه كلمات ومواضيع تطرق إليها القرآن بشكل مسهب وبشكل كبير، حتى يدل الناس على هذا الطريق الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا وجدنا القرآن الكريم يحذر من القول بغير علم، يحذر من القول بجهل، فقال مولانا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد
كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن هذه الآية من خلالها حدد القرآن الكريم أدوات الحصول على العلم، فذكر منها ثلاث أدوات الحصول على العلم، ذكر السمع وذكر البصر ثم ذكر الفؤاد. والفؤاد هو ما يرمز إلى ما نسميه بالعقل وما يحوم حوله، فهذه هي أدوات الإدراك عند يعني المسلمين وغير المسلمين، عند من آمن بالله ومن لم يؤمن بالله عز وجل. هذه أدوات الاستدلال على ما يلمس بشكل مادي محسوس أو بشكل معنوي معقول. بل أمر القرآن الكريم المسلم أن يكون توحيد الله عز وجل نتيجة حتمية لعلم سابق، ثم أن يكون هذا التوحيد مبعثا للعمل. ولذلك قال مولانا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولذلك بوب كثير من العلماء في أبواب في كتب الحديث باب العلم قبل العمل، باب العلم قبل العمل. فالله تبارك وتعالى لا يريد أن يعبده الناس عن جهل، بل يريد أن يعبد عن علم، لأن العلم يوثق في القلب اليقين بالله تبارك وتعالى ويبعد العبد عن الارتياب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الريبة هذه لا تدخل القلب إلا إذا كان صاحبه عرضة للشبهات والشهوات، والشبهة يكون سببها الجهل، الشبهة يكون سببها الجهل، ويبعدها العلم والتعلم. لقد جعل الإسلام للعلماء منزلة عالية ترفعهم فوق الناس في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل نجد الله تبارك وتعالى استشهد العلماء على وحدانيته، فقال عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، يعني الملائكة شهدوا أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. حين تريد أن تستشهد على أمر ما يعني أحدا، فإنك تستشهد أعظم الناس وأوثق الناس، ولله المثل الأعلى. هنا استشهد على وحدانيته بمن؟ استشهد عليها بالملائكة، خير من خلق الله عز وجل، ثم استشهد عليها بالعلماء. معنى أن الله تبارك وتعالى جعل العلماء على قدر عال، على قدر عال من الرفعة والمكانة والتشريف، فاستشهدهم على وحدانيته. يعني اسألوا الملائكة، ثم تستطيعوا تسألوا الملائكة وتجيبكم بشكل مباشر على وحدانيته، فإن لم تستطيعوا ذلك لأنكم لن تتمكنوا من ذلك، فاسألوا العلماء، اسألوا من استخدموا عقولهم، اسألوا من استخدموا أفكارهم، اسألوا من نقبوا عن الحقائق، اسألوا عمن غرسوا اليقين في قلوبهم بعد بحث مرير وبعد مشقة في تحصيل العلم، اسألوهم: هل هنالك إله مع الله؟ فسيجيبونكم: لا إله إلا الله. إن شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذن هذا دليل على، من خلال هذه الآية، هذا دليل على أنه كلما زاد علمك، كلما زاد علمك، هنا نتكلم سنذكر أي علم، عن أي علم نتكلم، كلما زاد علمك كلما زادت معرفتك بالله، وكلما زاد يقينك بوحدانيته. ولذلكم أيها الإخوة الكرام، أمرنا الله عز وجل أن نرجع دائما إلى علمائنا، وهم من أولي الأمر منا، إلى علمائنا، إلى أهل الذكر، لأنهم يعني غرسوا في قلبهم
اليقين، وبهم نرشد إلى الله تبارك وتعالى، وبهم نستنير في طريقنا إلى الله عز وجل. ثم إن الله تبارك وتعالى بيّن أن العلم الحقيقي، أن العلم الحقيقي لا يؤثر فقط على عمل العبد بجوارحه، وإنما يؤثر على عمل العبد بقلبه، وهذا هو الأشد، هذا هو الأشد، لأن القلب باش تحرك القلب لابد أن يكون علمك عميقا وقويا. قد تحرك الجوارح غير بشوية موعظة صغيرة، الناس ينوضي يصلي وينوضي يعبد الله، ولكن حتى تحرك حب الله في قلبك وحتى تحرك خشية الله في قلبك، هنا لابد أن تحتاج إلى علم عميق. وكلما زاد هذا العلم كلما زادت خشيتك لله وزادت محبتك لله تبارك وتعالى. ولذلك قال مولانا في محكم التنزيل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يعني حرف حصر، إنما يخشى الله من عباده يعني من كل عباد الله عز وجل، الذين يخشونه حق الخشية هم العلماء. والخشية هذه رمز إلى أعمال القلوب، وهي أهم وأسمى الأعمال التي يأجر الله عز وجل عليها، ولأن هي التي تحرك الجوارح. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهنا يطرح السؤال: عن أي علم يتحدث القرآن الكريم؟ وعن أي علم تتحدث الأحاديث النبوية؟ العلم المقصود هنا هو كل علم أيها الإخوة، كل علم يعرف بالله، كل علم يعرفك بالله تبارك وتعالى، ويمكنك من تحقيق العبودية له، ومن تحقيق عمارة الأرض، فهذا علم محمود، هو الذي يقصد في الآيات القرآنية. كل علم يمكنك من التعرف على الله، ومن عبادة الله، ومن عمارة الأرض، لأن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا حتى نعمر الأرض، وتعميرها لا يتم إلا بالعلم. وأول هذه العلوم وأسماها هي العلوم الشرعية، كما قال علماؤنا أسمى هذه العلوم هي العلوم الشرعية. والعلوم الشرعية قسمها العلماء إلى قسمين، قسموها إلى علوم مقاصد، ما سمى بعلوم المقاصد أو علوم الغاية، وإلى علوم الوسائل، أو من هنالك من يسميها بعلوم الآلة، علوم المقاصد وعلوم الوسائل، أو يمكن أن نسميها علوم الغاية وعلوم الآلة. علوم المقاصد هي العلوم المتصلة مباشرة بالاعتقاد، كل ما يتعلق بالاعتقاد والعمل والامتثال والتفكر، كعلم العقيدة وعلم التفسير وعلم الحديث لأنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم الفقه لأنه سوف يعلمنا كيف نتعبد الله وكيف نتعامل فيما بيننا وفيما نتعامل مع غيرنا وكيف نتعامل مع غيرنا، وعلم الآداب والأخلاق، هذه تسمى بعلوم المقاصد، هذه الغاية الكبرى يعني من التعلم ومن سلوك دروب العلم، هي أن نصل إلى فهم القرآن الكريم، تفسيره وفهمه وتدبره، وإلى فهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه، لأنه هذا هو مقصد رسالته، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وعلم التزكية، ويعلمهم الكتاب والقرآن والحكمة، والحكمة هي التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرها في أقواله وبانت في أعماله. إذن هذه تسمى بعلوم المقاصد أو علوم الغاية. ثم هنالك علوم الآية الآلة أو علوم الأسباب، وهي العلوم التي تعين على دراسة علوم المقاصد، يعني بدونها لا تستطيع أن تصل إلى علوم المقاصد، وتعين على حسن فهمها، ومنها علوم اللغة، لأنك إن لم تكن يعني تعرف اللغة العربية معرفة دقيقة لا يمكن أن تفهم القرآن فهما دقيقا، قد تقرأ تفسير القرآن أو تفسير كلام يعني
مفهوم بعض مفاهيم القرآن تقرأ ترجمة له بلغة أخرى فتحصل على شيء من العلم، ولكن العلم الدقيق والتدبر العميق لآيات الله عز وجل لا يتم إلا بمعرفة الدقيقة لعلوم اللغة العربية، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين. ومنها علم أصول الفقه، هو الذي يمكن من معرفة علم الفقه، والذي تعلم الفقه دون تعلم أصوله قد يخبط خبط عشواء في كثير من الأحيان ويكون كحاطب ليل. وهنالك علم أصول التفسير، وهو الذي يمكنك من علم التفسير. وهنالك علم مصطلح الحديث، الذي يمكنك من الفرقان بين ما هو ضعيف وما هو قوي أو صحيح، بين ما هو حسن. فإذن العلوم الشرعية بشقيها، علوم المقاصد وعلوم الآلة، هي أفضل العلوم طلبا وتعليما من حيث الأجر والثواب، يعني حيث الأجر. وأي علم لابد أن يأجر الله عز وجل عليه العبد إن كانت نيته سليمة، وإذا أراد نفع نفسه ونفع الناس في سلك ذلك أو في سلوك ذلك، درب ذلك العلم، إذن الثواب يكون عظيما. ثم تأتي بعد ذلك العلوم الأخرى بمختلف أنواعها ما دامت تنفع الناس، يعني لا تضر بها الناس، تنفع الناس في تدينهم، وتنفع الناس في صحتهم كعلم الطب مثلا، وتنفع الناس في كسبهم كعلم الاقتصاد وعلم التجارة. فهذه يعني كلها علوم نافعة أيضا يأجر الله عز وجل عليها إن رافقتها نية صالحة من قبل العبد، لأن مولانا يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فاستغفروه ثم أتوبوا إليه، هذه كإشارة إلى العبادة. استغفروه وتوبوا إليه عندها علاقة بالعبادة، تستغفر الله وتتوب إليه عبادة. ولكن لما قال لك هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، إن يجب عليكم وظيفتكم أن تعمروا هذه الأرض بالخير، وأن تستغلوا خيرات الأرض وما خلقه الله عز وجل لتطوروها فيما فيه مصلحتكم وفيما فيه مصلحة الناس أجمعين. وهذه هي العلوم الدنيوية، لتسمع علوم الدنيا، علوم دنيوية بشقها التجريبي وشقها الإنساني، فهي كذلك من العلوم التي تساعد العبد على القيام بوظيفته خير الأداء، على أداء مهمته خير الأداء. وظيفة العبودية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ووظيفة عمارة الأرض وتشييدها فيما يرضي الله تبارك وتعالى. إذن هكذا نرى بأن العلوم الدنيوية لها كذلك فضل في الإسلام، والإسلام يحث عليها ويدفع الناس إليها كما سوف نبينه ونفصله بعد قليل. معشر المسلمين والمسلمات، إن كثيرا من العلوم التي نصنفها في خانة العلوم المادية والتجريبية البحثة، هذه العلوم اللي دابا بعض المرات ما تنقصوا من القيمة ديالها، كثير من هذه العلوم المادية بحال علم البيولوجيا، علم الفيزيك، علم الأحياء، علم النباتات، هذه علوم مادية، أو العلوم الإنسانية كعلوم الاجتماعيات أو علوم البسيكولوجية، يعني هذه العلوم هذه أيها الإخوة الكرام كثيرا ما نصنفها في تنقل بأن هذه علوم مادية لا علاقة لها بالعلوم الشرعية. وهذا أيها الإخوة الكرام خطأ فادح يرتكبه كثير من المسلمين، بل يرتكبه كثير من العلماء. كثير من العلوم المادية والعلوم التجريبية يمكن أن نصنفها في خانة العلوم الشرعية بشقيها، يمكن أن نصنفها في العلوم في خانة العلوم الشرعية المقاصدية، وفي خانة علوم الآلة، علوم الآلة أو علوم الوسائل، مش ما نصنفهاش في العلوم الدنيوية، لا،
هي علوم أخروية وعلوم دينية كذلك. وانظروا إن شئتم إلى سياق الآية التي جاءت في سورة فاطر والتي ذكرناها والتي قال الله عز وجل فيها: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذن تتكلم عن العلم هنا وعن العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، شنو قبلها في سباق هذه الآية؟ الله يخصنا قرأوا في أي سياق جاءت هذه الآية، سباق الآية نقرأوه ونقرأوا لحاق الآية باش نفهموا من يقصد الله عز وجل من خلال هذه الآية، من هم هؤلاء الذين يخشون الله، هؤلاء العلماء الذين يخشون الله، وبأي علم يخشون الله تبارك وتعالى. انظروا ماذا يقول الله عز وجل في سباق هذه الآية: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله غفور إن الله عزيز غفور. ثم بعد ذلك في بعد ماذا قال في لحاق هذه الآية: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. انظروا جملة بجملة أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل إذن يدعونا إلى النظر، نظر العلمي. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، هذه دعوة إلى تعلم علم الأرصاد الجوية، علم الأرصاد كيف ينشأ السحاب وكيف يجمع السحاب وما هي المراحل التي يمر منها السحاب حتى يتدفق بالماء ومن أين يأتي الرعد وكيف يحصل البرق وكيف تنزل الأمطار، هذه علم يتعلم أيها الإخوة الكرام. إذن هي دعوة إلى تعلم علوم الأرصاد. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، الثمرات مختلفا ألوانها، علاش مختلفا ألوانها؟ لأن الجينات نتاعها تتغير، وهذا دعوة إلى علم الجينات لا جينيتيك، ودعوة إلى علم النباتات لأن الثمار إنما هي من النباتات، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، كل ما يتعلق بالنباتات، علوم الغابة، علوم المياه، علوم النباتات، علوم يعني الطب الصيدلي عبر النباتات، لأن حتى النباتات فيها ما هو ما له دور تطبيبي، جعل الله عز وجل دواء. إذن حتى الطب والصيدلة تدرسها من خلال هذا، لأن خلق الله خلقت بهذا الماء الذي أنزله الله وهذه الأرض التي خلقها الله تبارك وتعالى، فهي دعوة إلى مثل هذه العلوم. ثم قال: ومن الجبال جدد طرق جدد بيض وحمر مختلف ألوانها أشكال وأنواع وغرابيب سود، والغرابيب هي الأحجار، أحجار سوداء، إذا ذكر هذه الأحجار لأنها غريبة نوعا ما، فهنالك أحجار بألوان أخرى، وهذه دعوة إلى دراسة علم طبقات الأرض وإلى دراسة علم البراكين، لأن من البراكين يعني نجد بعض الأحجار المميزة، دراسة دعوة إلى علم دراسة علم البراكين وإلى دراسة علم الصخور ومكوناتها لمينيرولوجي. ثم يقول الله عز وجل: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، وهي دعوة إلى العلوم التي نتعرف بها على فيزيولوجية الإنسان، على حياة الإنسان، كيف خلق الإنسان، كيف خلق بدنه، كيف كونه الله تبارك وتعالى، الطب الفيزيولوجية، وإلى علم الحيوانات كذلك، وإلى علم البيطرة. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، هنا عرفتي تشوفوا الجينيتيك علاش مختلفين هذا الشيء كله، إذا تمشوا ندرسوا علم الجينات، مختلف ألوانه كذلك. حاد من بعد قال: إنما يخشى الله من عباده
العلماء، العلماء لعلموا بهذه الأمور التي ذكرها. إذن هي دعوة صريحة إلى العلوم الدنيوية. وبعد ذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، هاي تلاوة القرآن أو تلاوته وفهمه وتدبره وتفسيره، هل العلوم الشرعية ذكرها من بعد؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، ماشي صلوا، أقاموها. وحتى تقيم الصلاة حق إقامتها لابد أن يكون لك علم فقه الصلاة وعلم الوضوء. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، سواء تعلق الأمر بالزكاة الشرعية أو بالصدقة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. هذه دعوة إلى العلوم الشرعية، يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم في الغيب، يوفيهم الأجور ديالهم في الدنيا والآخرة، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. هنا دعوة إلى علم العقيدة، يعني العلم بالآخرة. إذا انظروا أيها الإخوة الكرام، في هذا المقطع من سورة فاطر ذكر الله عز وجل دعوة إلى تعلم العلوم الدنيوية، وهي علوم تدلك على خشية الله وتبث فيك خشية الله عز وجل. إذن احنا دابا شفنا بهذا المفهوم، والإنسان تعلم هذه العلوم بهذه النية الصالحة، نية التعرف على الله عز وجل وخشية الله تبارك وتعالى، أصبح ذلك العلم من علوم المقاصد لا من العلوم الدنيوية. في المصطلح الإسلامي أصبحت من علوم المقاصد، ولذلك هذه العلوم كلها كانت تدرس في الجامعات الإسلامية، في المساجد كانت تدرس في الأزهر، وكانت من قبله تدرس في القرويين، وكانت تدرس في جامع القيروان. العلماء ديالنا كانوا يدرسون الرياضيات، ويدرسون الطب، ويدرسون علم الفلك، ويدرسون علوم المياه، كل هذه الأمور عاد يدرسوا العلوم الشرعية، كانوا لا يفرقون بين هذا وهذا، تدرس في بيوت الله لأنها تقربك إلى الله. ولذلك سمي المسجد مسجدا ولم يسمى مصلا. كل كان المسجد الداري بس نصلي وغتسمى مصلى، كما الأماكن التي نصلي فيها العيد في الخلاء سميت مصليات لأنها جعلت فقط لصلاة العيد فقط. أما المسجد سمي مسجدا إشارة إلى السجود، والسجود كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا المسجد هو المكان الذي يمكنك من التقرب إلى الله، تتقرب إليه بالعبادة، وتتقرب إليه بالعلم والتعلم ونشر العلم. ولذلك كانت المساجد ديالنا مملوءة بحلق العلم، بالكراسي العلمية، تجد هذا كرسي التفسير، هذا كرسي الفقه، هذا كرسي الطب، هذا كرسي الرياضيات، إلى غير ذلك من العلوم. فإلا بغينا نرجعوا للقوة التي كانت عند سلفنا الصالح، وأن نرجع إلى ما أراده الله عز وجل منها، هكذا يجب أن تعمر مساجدنا أيها الإخوة الكرام. ماشي فقط هذا الأمر خاص بطلبة العلم، وإنما هذا الأمر يخص جميع المسلمين. الحرفيون في بلداننا، الخراز والنجار والصباغ والحياك، هادو كانوا تتعلموا بتقبل تصلي العصر وتجلس تتعلم من الفقي واحد نص ساعة ولا ساعة، وعاد يمشي للحرفة ديالو، تيصلي الفجر ويجلس يقرأ القرآن مع رفقي ويفسر له، عاد يمشي للحرفة ديالو. هادو كانوا عندهم علم أيها الإخوة الكرام. تتقى حرايفي ونجار وتجي تسألو شي مسألة فقهية ويجيبك عنها، لأنه مرتبط بالمسجد. ولذلك تجد مساجدنا القديمة، يعني تجدها محاطة بأصحاب الحرف. تتقى المسجد الكبير القديم دائما تتقى حدين النجارين والصباغين والحياكين والسلالين. انظروا إلى المدن القديمة، وهذا فقه عميق لسلفنا الصالح أيها الإخوة الكرام. وهكذا كنا نرى العلم، ماشي دابا ولا عندنا لا اللي زعمك مطور وكذا سير انت الرياضيات والماتيماتيك والفيزيك، واللي مكلخ وكذا سير انت العربية والدين والدراسات الإسلامية. عملنا ما كنا احنا نجمع بين كل، لأن الكل يعني الكل يرشد إلى الله، والكل يدلك على الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العالمين ومن المتعلمين وممن ينشر العلم ويحب أهله، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله تبارك وتعالى
أن يجعلنا من العلماء العارفين، وأن يجعلنا ممن يعلم فيعمل ويعمل فيخلص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، اللهم اغدق عليهم شآبيب الرحمة والغفران والرضا والرضوان، اللهم اجعلهم في أعلى عليين، اللهم اغفر لهم ذنوبهم يا أرحم الراحمين، ونقهم منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلهم منها بالماء والثلج والبرد، اللهم اشف مرضانا يا أرحم الراحمين، اللهم ابدلهم دما خيرا من دمهم، وجلدا خيرا من جلدهم، ودما خيرا من دمهم، وعظاما خيرا من عظامهم، ألبسهم اللهم حلة العافية والسلامة برحمتك يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.